مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نخصص هذا القسم من البرنامج للتحول الجديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وسعدنا كثيرا أن ينضم إلينا من دوسلدورف الأستاذ محمد عسيلة، وهو باحث في الشؤون الألمانية متخصص في قضايا الهجرة. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسعدنا أن ينضم إلينا من فرانكفورت الأستاذ محمد الكرز، وهو رئيس شبكة الكفاءة الألمانية المغربية من فرانكفورت. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد عسيلة. لابد أنك تابعت جلالة الملك وهو يلقي خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وهذا الحديث عن إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة والتي تهتم بشؤون الجالية المغربية. كيف تلقت الجالية هذا الخطاب وهذا الاهتمام الكبير بتدبير شؤونها وبتحسينها في المقبل من الأيام؟ نعم، قد قُبل خطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف كل أطياف المجتمع المغربي سواء داخل المغرب أو خارجه. نتحدث هنا عن الجالية المغربية، مغاربة العالم في أوروبا، في ألمانيا نموذجا استحسنت وفرحت بهذا الخطاب الذي اعتبروه ونعتبره جميعا يشكل منعطفا تاريخيا، إضافة نوعية لتدبير وهيكلة قضايا وملفات مغاربة العالم على أعلى مستوى. تزامن كذلك هذا الخطاب في سياق احتفالات الشعب المغربي بالمسيرة الخضراء يعطي ويسلط الضوء على أن إدخال هذا الملف، ملف مغاربة العالم و تشكيل كل هذه الهيكلة وهذه المؤسسات، يعطي ذلك النبضة الحية وذلك القلب النابض على أن مغاربة العالم يشكلون إحدى الثوابت في القضايا الوطنية على مستوى جلالة الملك نصره الله. فالجالية المغربية فرحت بهذا الخطاب أيما فرح، واعتبره كما قلت منعطفا تاريخيا يعطي لبنة أساسية جديدة، يضخ دماء جديدة بتدبير عميق وبرؤية مستقبلية تعطي لهذا الملف المكان اللائق به في السياسة المغربية. طيب أستاذ محمد كرز، أهلا بك معنا. ما أهمية إعادة هيكلة المؤسسات التي تعنى بالجالية المغربية، وما حاجتنا إليها في هذا السياق الذي تشهده القضية الوطنية خاصة؟ شكرا على السؤال. تأكيدا لما جاء به على لسان الأخ محمد عسيلة من دوسلدورف، هذا التحول يعني أعطى واحد صبغة قوية جدا للعلاقة ما بين الجمعيات المغربية في ألمانيا وفي أوروبا، أو بالخصوص بالنسبة للشبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا. يعني هذا النوع من الثقات يعكس يعني التواصل اللي تتعيشه هذه المؤسسات، يعني المؤسسات الرسمية مع الجمعيات ومع النسيج الجمعوي في أوروبا، وتخلي الجالية المغربية يعني تبلور واحد النوع آخر جديد من التعاون من أجل الدفاع أولا عن القضية الوطنية الأولى، وكذلك في المساهمة في تطوير يعني الاقتصاد الوطني على مستوى يعني في خصوصا المستوى الوطني، ولكن خصوصا في المناطق الجنوبية. يعني اللي تنعرفه هو أنه الجالية المغربية في ألمانيا بالخصوص يعني عرفت واحد التطور قوي فيما يخص يعني التواجد ديالها الاجتماعي، ولا حتى يعني الا بدنا نقصدوا يعني السياسي، وحتى يعني بالنسبه للتواصل مع المجتمع يعني في بلد الاقامه. وهنا تنعكس يعني هنا تن يعني تتبلور واحد نوع اخر من التعاون، يعني لانه كان تغيير على مستوى وجود الجاليه في المغربيه من الستينات الان. يعني الان اصبحت الجاليه المغربيه يعني تتشارك بقوه في القرارات في الدول يعني اللي تتعيش فيها، يعني تتربط واحد نوع اخر من التعاون ما بين الدول يعني اللي فيها الاقامه وبين البلد الاصل اللي هو المغرب.
طيب أستاذ محمد عسيلة، هذه الهيكلة الجديدة تهدف إلى تجميع الاختصاصات وإنقاذ عدد المتدخلين وإعطاء صلاحيات أوسع، ما حاجتكم إلى هذه الهيكلة الجديدة وكيف كان يعاني المهاجرون من تشتت هذه المصالح دكتور؟ نعم، في هذا السياق أستاذة جوهرة، وأرحب بضيفكم الكريم سيد محمد الكرز، في هذا السياق على أن خطاب صاحب الجلالة نصره الله أمس لابد أن نراه كذلك في سياق الامتدادات لخطابات صاحب الجلالة فنصره الله. فهذا الخطاب أولا يأتي امتدادا لخطاب 20 غشت 2022 الذي ألقاه جلالته في مناسبة ذكرى 71 لثورة الملك والشعب. جاء هذا الخطاب ليكرس كما قلنا هذا الاهتمام، ونحن نعلم أن المغرب وضع شبكة قوية من المتدخلين ومن المهتمين، نظرا لتعدد ملفات وقضايا جلالة مغاربة العالم، الشأن الديني، ملف الديني، الملف الاجتماعي، الملف القضائي في قضية مدونة الأسرة، إذا هنا تدخل وزارة العدل، قضايا الشؤون الاجتماعية وقضايا كذلك القنصلية فيما يتعلق بتدبير الجوازات إلى غير ذلك من الأمور، كذلك فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية والحضارة المغربية. إذا هناك عدة متدخلين من وزارة الجالية، وزارة الخارجية، وزارة الأسرة، مؤسسة حسن ثاني، مجلس الجالية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يعني هذا التدخل يعني نحن نحسبه إيجابيا من زاوية أخرى على أن اهتمام كل المؤسسات المغربية بالجالية المغربية، لكن الآن نظرا لأننا نعيش أزيد من 60 سنة من الإقامة في أوروبا، أزيد من نصف قرن، كذلك الأجيال التالية أصبحت لها إشكاليات جديدة تتعلق بالهوية، تتعلق بربط الأواصر، العلاقة بالوطن، فلا بد من وجود ترسانة قوية أولا تهتم بهذه القضايا ليس فقط على المستوى الفولكلوري وكذلك فقط على المستوى الموسمي مثلا فيما يتعلق بعملية مرحبة، بل هذا امتداد لأيام 365 يوم من السنة، يعني السنة كاملة، يعني لا بد أن نحسب لها الحسابات، وكذلك من أجل تقوية هذا الترافع على القضايا الوطنية منها قضية الصحراء المغربية. إذا لابد من وجود أولا يعني أرض أو لبنة أو محطة تتمثل في مجلس الجالية كقوة اقتراحية، ولكن في هذا الشأن ما يسمى بالثينك تانك لابد من إيجاد كذلك من يقوم بالتنزيل، والتنزيل الذي يجمع كل هذه الاختصاصات، ومن هذا يتعين أو يظهر لنا على أن هذه المؤسسة ستكون من الحكمة ومن الرشد من أجل المتابعة والتقييم وكذلك المحاسبة، وضخ دماء جديدة كذلك في هذه المؤسسات من أجل أن ننهض بكل هذه القضايا التي الآن أصبحت جد جد مهمة فيما يتعلق بسياسة التدبير القضايا العمومية لمغاربة العالم. إذن نحن الآن نستبشر خيرا بهذه المؤسسات، بهذه المؤسسة، المؤسسة المحمدية كما ورد في خطاب صاحب الجلالة، التي ستجمع كل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمة، التي تجمع كل هذه الاختصاصات، التي نتيجة كما قلتم سيدتي الفاضلة جوهرة، نتيجة عن هذا التشتت الذي كان ربما نيف على أزيد من 40 سنة. إذن هذه محطة أساسية، خطاب صاحب الجلالة نصر الله سيكون مأسسة جديدة تاريخية في الحقيقة ارتباطاً بالمسيرة الخضراء، فهو في الحقيقة داخل هذا المعنى المجازي مسيرة جديدة، مسيرة خضراء تضاف إلى هذه المسيرة الخضراء ديال 1975. نحن الآن نعيش مسيرة جديدة، مسيرة قوية في 2024 بناء على خطاب صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
طيب أستاذ محمد الكراز، أنت رئيس شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، ما أكيد أن عندك فكرة كبيرة على هذه الكفاءات المغربية. البارحة في خطاب جلالة الملك كان هناك تذكير بأن الجالية المغربية لا تساهم إلا ب10% من الاستثمارات الموجودة. اليوم الباب مفتوح على مصراعيه للجالية المغربية، ليتك تحدثنا قليلا عن الشبكة التي ترأسها، وما هي الكفاءات المتوفرة إليها لها؟ هل هي مهتمة كثيرا بالاستثمار في المغرب، خاصة وأن هناك طفرة تنموية كبيرة والعديد من الإجراءات التي تسهل الأمور للجالية المغربية؟ بالتأكيد المبادرة الملكية هي مبادرة استشرافية، يعني مستقبلية، يعني تطمح أنه يكون واحد تكتل على المستوى مستوى الكفاءات المغربيه الالمانيه بالخارج، من اجل يعني المساهمه اكثر في الاقتصاد الوطني، في تطوير واحد مجموعه من يعني يعني المشاريع اللي الان المغرب بصدد الانجاز ديالها. اللي تنعرفوا هو المغرب الحمد لله يعني عرف واحد التطور كبير جدا على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى الصناعي. يعني الصناعه في المغرب تطورت بواحد الشكل كبير، وطن بانه شبكه الكفاءات المغربيه عادي يكون عندها واحد المساهمه قويه وقويه جدا في الرفع بوتيره التصنيع في المغرب. الشبكه تتوفر على يعني تقريبا 11 يعني دي جروب دو ترافاي، يعني مجموعات عمل. مجموعات عمل بالتاكيد. هذه مجموعه العمل فيها تشرف على كاع المسائل اللي عندها علاقه بالاقتصاد، الى جانب طبعا يعني التبادل على مستوى يعني الجامعات وعلى مستوى يعني لو سافوار فير مع الجامعات. هناك يعني عندنا يعني مجموعه عمل خاصه بالسيارات، خاصه بالصيدله والطب، مجموعة عمل خاصة يعني يعني لا تكنولوجي، يعني النو هاو، ويعني ولا يعني الذكاء الاصطناعي. يعني كاينين مجموعات قوية وكبيرة جدا، وعندها عاد يكون عندها واحد الدور كبير بطبيعة الحال في تطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. هي مهتمة بالاستثمار في المغرب أستاذ؟ بالتاكيد يعني الشيخ صاحب الجلاله حفظه الله مساله الاستثمار اللي هو ضعيف وضعيف جدا للجاليه المغربيه في المغرب. هذا يعني عنده تراكمات، يعني هذا الشيء قديم، يعني يعني كانت الجاليه المغربيه خصوصا يعني الكفاءات يعني ما ساهمتش بالدور اللي خصو يكون حقيقه في تطوير المنتوج. ربما كما شار الاخ سي محمد انه يعني البنيه ما كانتش مؤهله لتكون واحد يعني واحد تبادل سلس ما بين يعني الكفاءات وما بين الوطن. والان الحمد لله باحداث هذه الاليه الجديده، المؤسسه المحمديه، عادي ربما عادي يكون واحد الوضوح فيما يخص يعني التنسيق والتعامل مع المؤسسات يعني المؤسسات في الوطن ومع يعني هذه الشبكه. وتنعرفوا اللي معروف عليه هو هذه الشبكه، يعني الكفاءات يعني تشتغلوا في مناصب عليا هنا في المانيا مثلا، يعني في الان اصبحوا في مراكز قرار لا في المؤسسات ديالهم، سواء كانت مؤسسات يعني بريفي يعني خاصه او مؤسسات يعني عموميه. وبالتالي عاد يكون الان واحد التجاوب قوي، وعاد يكون واحد التنسيق قوي. والحمد لله اللي تنعرفوا وراء عندنا واحد يعني في من الكفاءات ديالنا من يعني المؤسسه ديالنا الشبكه، كان عندنا وزير الاستثمار الحمد لله هو السيد كريم زيدان في الحكومه الحاليه. يعني الان يعني كاينه ثقه كبيره في الشبكه، وهذا تيشجع الاخوان الاخرين. يعني كاين هنا واحد الاندماج وواحد التحول قوي، تتعرفوا الشبكه، وعادي يكون لهم ما بعد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ محمد عسيله، كان هناك حديث عن اهميه اعطاء دفعه قويه للتأطير اللغوي والثقافي والديني، ما اهميه هذه النقطه؟ كنت معنا في احد منابر ميديا ان تي في وتحدثنا عن اهميه هذا التأطير اللغوي خاصه للاجيال الجديده. نعم أستاذة جوهرات، قضية التأطير الديني واللغوي لابد من الجلوس على مائدة التفكير
في خلق بنيات عملية من طرف الآن المؤسسات التي تمت هيكلتها في هذا الخطاب الملكي السامي، لأن الآن نعيش كما نقول غياب المرجعيات لا الدينية، هنا كذلك عدة متدخلين في الخارج، نعيش كذلك هنا في ألمانيا مثلا لاجئين أزيد من مليون لاجئ يعني من الشرق، مساجد المغربية داخل المجال التطوعي يقدمون ما يقدمون من دعم في ما يتعلق بالتعليم الديني وبكذلك تعليم اللغة العربية، ولكن هذا لا يكفي. كذلك مؤسسة الحسن الثاني تقوم بهذا العمل منذ سنين، كذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترسل قيمين دينيين وكذلك مرشدين ومقرئين في شهر رمضان، لكن هذا الأمر من أجل أن يكون ضخ دماء قوية ومستدامة لا بد من تقوية تعليم اللغة العربية وكذلك تماشيا مع السياق الأوروبي، فلا يمكن كذلك تنزيل برامج من المغرب في ألمانيا أو في فرنسا أو في إنجلترا، يجب التفكير في خلق برامج تتماشى مع الواقع المعيشي في الدول الأوروبية، كذلك مواكبة كذلك هذه المعطيات من طرف الجامعات المغربية والمؤسسات والمراكز البحثية من أجل القيام بما ببحوث ميدانية من أجل الوقوف على الخصاص ومن أجل إعطاء اقتراحات. إذن رجل الساحة والرجل الآن المرأة والرجل الآن يساهمون في إطار الأسرة المغربية والمساجد المغربية والسيد الإمام وكذلك كل فاعلين مثل شبكة الكفاءات المغربية كفاعل مدني قوي المهتم بالاقتصاد وربط الأصول، لا بد من إيجاد مرجعية، لا بد من إيجاد قبلة التي يمكن أن تواكب هذه الأعمال من أجل أن تعطيها نوع من الاحترافية ونوع من المهنية، وهنا أؤكد على نوع من القيام بنوع من التقييم المجالي أو كذلك المستوى الزمن من كل 3 أشهر أو 4 أشهر من أجل الوقوف على مواطن الضعف ومواطن القوة، ولا أن نترك هكذا هذه المقاربة يعني موجودة هكذا معطى في من طريق لهذه الفئات المستهدفة دون متابعتها وتقييمها وتقويمها. هناك مراكز ثقافية الآن متوفرة دكتور الحسيلة في دقيقة أرجوك. نعم، هنا مساجد مغربية في الحقيقة تضحي بالغالي والنفيس من أجل الوقوف والحفاظ على الهوية المغربية وإعطاء نوع من المناعة لهذه الهوية المغربية، ولكن هذه المساجد المغربية وهؤلاء السادة الأئمة حفظهم الله وكل من يقوم بهذه الأعمال المرأة المغربية هذا لا يكفي، لأنه داخل المجال التطوعي لا بد من إيجاد ترسانة وإفاد مستشارين لدى القنصليات في الشأن الديني والشأن التربوي والشأن الثقافي والشأن الاقتصادي. القنصليات المغربية لا تتوفر على مستشارين ما يسمى لزاتاشي كولتوريل ولا دو كولت الذين يتابعون كل هذه القضايا، لابد أن يكون هؤلاء المستشارون نابعون من مغاربة العالم، لأنهم الذين يفقهون في هذا الشأن. عملية تصدير بعض المستشارين من المغرب إلى أوروبا قد ينفع، لكن لا يجدي سبيلا إن لم يكن معينون من جسد مغاربة العالم الذين يفقهون في إشكالية مغاربة العالم، يعرفون الجرح ويعرفون أماكن الضعف. وبهذا نرى أن هذه المقاربة لصاحب الجلالة نصر الله ستعطي دفعة قوية ليكون هذا المترافع قويا، لابد أن تكون له هوية متميزة، لابد أن يكون يعي التاريخ المغربي، لابد أن يعي الثقافة المغربية والحضارة المغربية، يعرف سبل الترافع بطريقة منهجية وعلمية. إذن أن نترك هذه الأمور بجانب الفولكلوري محض لن يكفي في ظل كل التحديات القرن والعشرين، القرن 21 الذي يعطى ويعبر عنه بأنه قرن الأديان بامتياز في غياب كل هذه المرجعيات والعولمة وكل هذه المعطيات. إذن سيمكن كما قلت العناية بهذا الملف من جميع الزوايا، سنخلق جالية مغربية جيل رابع وجيل خامس يعي أدواره الطلائعية ويستثمر في البلد كما يستثمر في هذه الدول من أجل الدفاع عن الثوابت المغربية والقضايا الوطنية وكل القضايا التي تهم الوطن العزيز من داخل هذه الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية.
طيب الأستاذ محمد كرزم، أنتم تعرفون جيدا الكفاءات الموجودة في الخارج، الكفاءات المغربية، تعرف أن الولوج إلى المعلومة هو حق اليوم في المملكة المغربية. ما هي المبادرات أو الآليات التي تحتاجونها اليوم من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية؟ أنت تعرف أن هناك طفرة تنموية في المملكة، هناك طفرة تنموية كذلك في الأقاليم الجنوبية مع هذا الزخم الطويل والكبير من الاعتراف الدولي بمغرب الصحراء. كيف ستتحركون في المقبل من الأيام، وكيف السبيل لإخلاق آلية للتنسيق بينكم وبين الوطن الأم؟ بالتأكيد يعني القضية الوطنية أولا عرفت واحد التطور كبير في السنوات الأخيرة منذ الاعتراف الأمريكي ترامب وما إليه من الاعترافات على المستوى الأوروبي. كما قلت الأخت، يعني هناك 20 دولة أوروبية اعترفت بحق شرعية يعني المغرب في الصحراء ديالو، و100 دولة بالدعم بمبادرة الحكم الذاتي، وهذا شيء كبير جدا. نعم. يعني الحمد لله هناك يعني هذا يعني هذه نجاحات قوية وقوية جدا. هذا الشيء تخلينا أنه نفكر في ما بعد الاعترافات، لأنه يعني طبعا بأنه الجانب الاقتصادي عنده واحد الدور قوي إلى الجانب السياسي. بطبيعة الحال الاقتصاد ممكن يحرك آليات أخرى ويخلي حتى يعني الفرق أو يعني الناس الآخرين اللي كانوا ضد القضية ربما يدخلوا توما في يستفدوا من هذه المعطيات اللي كان على الساحة. وبالتالي يعني جواب السؤال ديالك الأخت، هناك يعني الآليات يعني الآن أصبح واحدة يعني اللي تلاحظوا هنا هو التنسيق اللي أصبح الآن بين الكفاءات المغربية في ألمانيا وبين المؤسسات والتمثيليات الرسمية القنصلية. هناك قاعدة بيانات لهؤلاء المغاربة المقيمين بالخارج بينكم في اتصال دائم؟ القاعدة يعني مؤسستنا للديمكا عندها قاعدة قوية، لأن الديمكا عندها الآن يعني ما يناهز 15 سنة من العمل، 15 سنة من الاجتهاد والبحث ويعني التنسيق. يعني كاينين بيانات، كاينين معطيات قوية، ولكن ما كافياش، لازم يعني نشتغلوا الآن بطرق أقوى أكثر. ربما تحتاجون إلى منصة دولية لذلك؟ المنصة الدولية يعني ربما يعني التنسيق مع المؤسسات الوطنية يكون عنده دور قوي وعاد يكون فعال في يعني تبادل المعلومة، لأنه تنعرفوا بأنه كاينين تنسيقيات، كاينين مؤسسات حاضرة في المستوى في بلدان الإقامة، القنصليات والسفارات. وكقلت تطور يعني هناك يعني تنسيق قوي ومتطور، يعني برمنا مجموعة من البرامج مع القنصليات من أجل تعبئة الكفاءات بشكل أكثر وبوضوح وبذكاء، وإحنا غاديين على هذا المنهج. عندنا برامج داخل الوطن، يعني أسبوع يعني من قبل أسبوعين كان عندنا شراكة مع مؤسسة مع جامعة بنوزة، أكبر جامعة في الجنوب، وطورنا واحد كادر دو ترافاي يعني إطار عمل بالطبع لي يعني خلق مجموعة من فرص الاستثمار في المنطقة. وتنعرفوا بأن كما تفضل الإخوان يعني جامعات يعني هناك جامعات في الجنوب يعني في التطوير، ولازمها يعني واحد العلاقة مع الجامعات الأوروبية، وعندنا إخوان من داخل الشبكة اللي تشتغلوا في الجامعات. شكرا. وتبدو ذاتهم، وهذه الأطر ممكن أن تخلق لنا علاقات مع مؤسسات أخرى، وبالتالي عادي نخلقوا إحنا بنفسنا يعني هاد القاعدة اللي ممكن تطورها جماعة مع المؤسسات المغربية. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الكرز على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا من دوسلدورف الأستاذ محمد عسيلة على كل الشروحات التي تفضل بها. كنت سعيدة جدا باستضافتكما، شكرا جزيلا لكما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. عند رأس الساعة يعود إليكم زميل عبدالله الأحمد في نشرة خبرية مفصلة، نرجو أن تتفضلوا بقلمان.